إذن جولة أولى كانت قويمة بين فريق رجاء الرياضي وكذلك فريق في أولى المحاولات حميدة حداد من خلال هذه المحاولة كانت في حدود الثانية 31 ضيع فرصة حقيقية للتسجيل متابع ردة فعل فريق الجيش الملكي الذي لم يتقع أسلي الوراء لكن كان هناك تدخل المدافع الأوسط لفريق رجاء محاولة أتيحت لفريق رجاء الرياضي والهدودي ضيع فرصة حقيقية للتسجيل استمرت المحاولات واستمر الضغط خلال هذه المباراة فريق الجيش الملكي اعتمد على هذه الجهة من أجل الضغط وكذلك بناء الهجمات تحرك قوي لكل من رضا سليم وخافي من سبعوني وسدد ضربة راسية لكن تضيع هذه المحاولة فريق الرجاء الرياضي كان كذلك خطير والقائد محسن متولي مرة أخرى يمرر تمريرة طبق من فضة للاعب حميد حداد الذي لم يكن موفق هذه اللحظة التي أعطت متغير هذه المباراة ضربة جزاء اصطادها بيدك اللاعب رضا سليم ومتابع الإعادة واللقطة الهدودي وقع في المحظور وضربة جزاء نفذها ببراعة اللاعب رضا سليم وسجل الهدف الأول لفريق الجيش الملكي وهذا هو الهدف الذي ظل صامدا طيلة هذه الجولة الأولى فريق الجيش الملكي كذلك تعامل بدكة مع هذه الجولة الأولى وتحمل ضغط الرجاء منذ البداية استمرت المحاولة تردد فعل مرة أخرى الهدودي لم يكن موفق في ترجمة هذه المحاولة لتنتهي هذه الجولة الأولى بتفوق فريق الجيش الملكي بواقع هدف لصفر اسمه مزيد من التجربة إذن تغيير أول كان بالنسبة لفريق الرجاء للاعب إيمانويل يقوم بلقاء كبير هذا اللاعب إيمانويل تيلاشويلي يقوم بلقاء جيد يعني في هذه الجهة وبالتالي العديد من تدخلاته كانت جيدة ممتازة يا سلام على محسن طريقة التمرير في يد الحكم كيعتبر نتابعوا الآن محسن متولي رفع الكرة حدد كان ذكي باش عليها تنشاهدوا رفع الكرة بشكل جيد ولكن كانت أقرب للحارس أيوب الكردي كان في تموقع الملكي فاتي يبحث عن التوغل خطيرة المحاولة خطيرة هذه المحاولة وتدخل نتابعوا الآن ردة الفعل لفريق الجيش الملكي من خلال هذه المحاولة الأخيرة فاتي كان يبحث عن التوغل ويبحث عن التمرير إذن من خلال هذه المحاولة الهدهدي أعتقد بأنه كان لمسة يد واضحة والحكم يفر باستمرار الكرة تعود الآن مرة أخرى جبيرة كيرفع الكرة خطيرة جدا محسن متولي ما زال محسن قادرا على العطاء بطبيعة الحال هذه محاولة كانت خطيرة من خلال هذه المحاولة إيمانويل سقط فقد التوازن وجاءت الكرة للاعب محسن متولي ليسدد بشكل جيد لكن مشات جانبا هذه يمكن نعتبرها أبرز فرصة للاعب محسن الجيش الملكي كان قد انهزم أمام فريق أولمبيك فريق موقع هدفين واحد متابع هذه فرصة خطيرة حداد يسدد والكرادي يتدخل من خلال هذه المحاولة تحركت الآلة الرجوية محمد أزريدا أعطى إضافة للخط الأمامي وكان لحد الآن كيلعب كرة صحيحة وسليمة اللاعب محمد أزريدا وبالتالي تمريرة كانت جيدة في اتجاه المغربي في الكاميرون متمنياتنا الخالصة للمنتخب المغربي بتحقيق نتيجة إيجابية متابعة الآن هذه محاولة لفريق الرجاء الرياضي يغيب الحسم وتغيب الشراسة في اللمسة الأخيرة وتغيب القوة في التسديدة الأخيرة عمر العرجون سدد بشكل ضعيف أحداد لم يكن حاسم محسن متولي لم تكن تسديدته مركزة كان التغيير على مستوى بن حليب مذكور لكن دائما مستمرة خروج بن حليب وكذلك محسن متولي ودخول زريدة وكوياتي للفريق الرجاء من خلال هذه المحاولة الأخيرة لم يكن ناجح في حين بالنسبة لفريق
الجيش الملكي زفين فان دار بوك. إذا تابعوا مذكور تابع بشكل جيد هذه المحاولة، كان فشل في تطبيق خطة التسلل من لاعبي فريقه، ولهذا كانت نرفزة المدرب زفين. حكم كيقول ما كاينش خطأ، تعود الآن هجمة لصالح فريق الرجاء الرياضي، عند اللاعب أحداد، أحداد يبحث عن تسديد، فكرة كانت جيدة، فكرة كانت جيدة من خلال هذه المحاولة الأخيرة. إذا سنتابع. وكذلك فريق شباب المحمدية بطبيعة الحال، هناك العديد من الأندية التي تحلم بحلم السعود. إذا سنتابع الآن هذه الهجمة بالنسبة لفريق الرجاء الرياضي، والهدف حميد حداد فعلها في اللحظات الأخيرة، وحميد حداد ضغط فريق الرجاء الرياضي، أعطى أكله في اللحظات المهمة بالنسبة لفريق الرجاء الرياضي. نتابع الآن الوردي من خلال هذه المحاولة والتمريرة الجيدة من خلال هذه اللقطة وهذه المحاولة الأخيرة. إذا نتابع من خلال هذه اللحظات الوردي، والذي مرر بعد ما كانت تمريرة ممتازة من تغيير اتجاه الكرة، مذكور كوياتي خطيرة جدا. هذه كانت محاولة فلا نجدها، كان قريب جدا من تحقيق الهدف الثاني. هل يكون ميلاد لاعب مؤثر بالكرة لي نجد الآن يبحث عن التسديد، يصدر بن جديدة. إذن سفيان بن جديدة، إذن نتابع التسديدة كانت قوية. إذن بن جديدة الآن يقدم نفسه كأبرز لاعب خلال اللحظات. إذن مرة أخرى تعود الآن، مرة أخرى نوح السعداوي، ركنية من خلال هذه اللحظات من جانب فريق الرجاء الرياضي. لحظات صعبة، الحكم ياسين مسلم يشاهد الساعة وبالتالي يعلن نهاية هذه المباراة. هذا الكلاسيكو بالتعادل الإيجابي، هدف لمثله ما بين الطرفين، المؤجل الجولة 14 ينتهي بالتعادل ما بين فريق الرجاء والجيش الملكي. أعتقد بأنه تعادل منصف للطرفين، لأنه فريق الجيش الملكي كان هو السباق للتسجيل.